مشاهدينا اهلا بكم. اعلن والي بنك المغرب انه من المرتقب ان تجري اولى عمليات اصدار السكوك السياديه وهي اداه للماليه التشاركيه في 5 أكتوبر المقبل. واشار والي بنك المغرب الى ان جاري تمويلات البنوك التشاركيه قدر فيما تم يوليو من 2018 بحوالي 2.4 مليار درهم بالنسبه للعقار و200 مليون درهم بالنسبه لاقتناء السيارات. كشفت وزاره الاقتصاد